استاذ تامر بن سوهاج اتفضل. الاستاذ جابر مع حضرتك يا استاذ سامي. يا حاج جابر انا اسف، اتفضل يا حاج جابر، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا بتشكر معانيك كتير كتير، وبعدين انا تقدمت بالتشكر، يعني شكرت حضرتك عبر الفيسبوك فانت ما خدتش بالك. يعني انا بعتذر لك عن ايه بتشكرنا ده؟ احنا بنقوم بدورنا. كان عندك مشكله واتحلت؟ بخصوص الاسمده. ايوه، في مركز ايه في سوهاج؟ احنا محافظه سوهاج مركز المراغه قريه الشورانيه. ايوه انت كنت كلمتني قلت لي ما فيش سمات في الجمعيه. طبعا معاني الوكيل تفضل مشكورا وحضر بنفسه، حضر القريه بتاعتنا، احنا جزيره وسط البحر. ايوه. فجه معانيه تفضل مشكورا وجه وشاف الجمعيه وشاف الوضع بنفسه. ده السيد وكيل وزاره الزراعه. الدكتور خالد راضي. تمام. الراجل في عز، بصراحه في عز الجو، مكان درجه الحراره عاليه جدا. بعد كده عرضنا عليه المشاكل اللي بتواجهنا، عرضنا عليه مشاكل الاسمده، عرضنا عليه المشاكل اللي هي بتواجه الجمعيه. الجمعيه طبعا هم كانوا المسؤولين هناك بيستندوا ان الجمعيه ما فيهاش كهرباء، بيستندوا ان احنا مثلا العباره ما بتتعاكس في موضوع الكيماوي، مصاريف الزياده. فالراجل برضو عرضنا عليه المشكله وتفضل مشكورا برضو وحلها لنا، او لسه لغايه دلوقتي ايه قال انا اوجه المشكله دي للسيد محافظ سوهاج. ايوه، هو بنفسه قال كمان هيوصل رسالتكم وشكوتكم للسيد المحافظ. للسيد المحافظ. ايوه، بس ليا رجاء يا استاذ سامح. ايوه، بخصوص المنظومه، يعني احنا بنزرع الشامي، انتوا بتقولوا الدور، احنا بنقول الشامي. بنزرع الشامي في نص خمسه، بنزرع بدري. ايوه، ما بيكونش جه الحصر الفعلي. ايوه، فالسمات بتاخر عليك. كنا الاول بناخده ايه؟ بناخده جزء، والجزء الثاني لما بيوصل الحصر الفعلي. ايوه. احنا طبعا لما تاخر في موضوع الكارت الذكي وتاخر الموضوع ده، بقينا نشتري الكيماوي من بره. يعني احنا بص، هو موضوع الكارت الذكي عشان كان في اوله، انما ان شاء الله الموضوع هيستقر، فهتلاقي نفسك بتصرف في بدايه الموسم وما عندكش مشكله. وانا بشكر بقى السيد وكيل وزاره الزراعه وزملائي في الاعداد، لان هم اللي تواصلوا معاه، وانتم تستحقوا كده. يعني هو ده المفروض يحصل، والمفروض ان يبقى فيه استقرار، عشان الفلاح هو المسؤول عن الامن الغذائي القومي. اذا ما كناش نوفر له مستلزمات انتاجه والراجل ده يعيش حياه كريمه، فده هيبقى تاثيره سلبي علينا كلنا. انا اللي بشكرك وربنا يوفقكم ان شاء الله. والله يا دكتور، والله يا دكتور سامح، والله والله انا مش دكتور، خلي بالك. طب يا استاذ سامح. ايوه كده. ربنا يا استاذ سامح، والله بجد بجد، وانا كتبت لك ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. امين يا رب. امين. ويجعلك من الرجال اللي ربنا اخصهم في قضاء حوائج الناس. امين يا رب. والله انا بشكرك على الدعوه الجميله دي، وسامحني انا ما شفتش رسالتك. انت رجيت عليا ساعتها، بس انت ما خدش بالك. يعني انا تشكرت لحضرتك كتير، ويا ريت برضه الساده المسؤولين، يعني انا بدل ما استلم من الجمعيه بتاعت الشورانيه، ممكن استلمها من جمعيه ثاني. هتتابع بقى مع الساده المحافظ زي ما وكيل الوزاره وعد حضرتك، واحنا هنتابع معاه عشان نعرف وصل لايه. حاضر، بشكرك يا فندم، بشكرك.